السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا الريزيمي نمرو دو بعد الريزيمي لو اللي يحكي على ديبول ال سي. الريزيمي هذا باش يحكي على البوبين ويحكي على الوا دي لانز. باهي، شنو الريزيمي هذا؟ باش نفسر لكم كومون تيل فونكسيون لا بوبين وكيفاش نفهموا ونطبقوا قانون ولا لوا دو لانز مسيو لانز. باه، دونك انت باش تقرا في الشابتر الثاني في الفيزيك بالنسبه للبكالوريا تول سيكسيون بالطبيعه، باش تقراو الديبول ارال. قبل ما تدخلوا في الديبول ارال وكالكيل ليكواسيون ديفيرونسييل وكاليكور اكسيتيرا اكسيتيرا وفي الشارج ودي شارج، باش تشوفوا لا بوبين وباش تشوفوا لوا دو لانز. دونك ما تفهمش انت لا بوبين ولوا دو لانز باش تصير لك مشكله في الدرس بكله. واضح؟ دونك باش تراسيلك تبقى كي تحفظ كيف في ليزيكواسيون وانت ماكش فاهم دو كواتي ساجي. واضح؟ باهي، ريت باش نهبط لكم معناتها الريزومي هذا، من بعد باش نعمل لكم ان بيتي فيديو معناتها نفسر لكم شنو هو لوا دو لانز. واضح؟ باهي، عندنا هنا هذه الباج دو غارد، وعلى فكره كيما المره اللي فاتت باش نخليك مليان تحت الفيديو تدخل للباج يهزك من الباج تاع خزر سكول تلاقوا لي زيماج هذوما نجمو تيليشارجو. واضح؟ زيد تشوفوا كومونتير لربما نشوف باش نخدم لكم لي بي دي اف نحط هيك في الباج. تلقاو في كومونتير تحت ديماج هذه في الباج فيسبوك خزر سكول. واضح؟ به بل كل شيء عملت لك في الريزومي رابيل لا شوم مانيتيك كريي بار انيمو. واضح؟ هذه خريطوها عندنا في التروازيام اني. عندنا هنا هذه ايمون درواز كيره فيها قطبين، قطب نور قطب سيد. لاحظوا اللي الشوم مانيتيك الحقل المغناطيسي او انا مشكل فك مصور بك الخطوط المتقطعه هذيك لينيا دو شونس. الشوم مانيتيك ديريجي دو نور فير لو سيد، وهذه ليغوي ايمونتي. دونك اس ان ديريكسيون تاع الشوم ولا سونس دو شوم مانيتيك بي تصوروه من السود للنور فك بيتي اغوي مونتي. نحن نقمروه نقولو الشام بي اي معناتها تراسي سولون لو سونس اس ان و ديريكسيون اس ان. خريطو عندنا ولادي. دونك هنا حكيت لك مع ليني دو شام مانيتيك دي ليمون سورت دو بول نور فير لو بول سود. واضح؟ توا من بعد شفتو عم نول اللي الشام مانيتيك نجمو نخلقوه تصير لو كرياسيون بار ان كورون كونتيني دون زين بوبين. واضح؟ يلزمنا عندنا بوبين ولا سولينويد. واضح؟ دونك هنا كيفاش تعرف الديريكسيون والسونس تاع الشوم مانيتيك هو بار لا ريغل دو مان دروات. تشوف فيها المان دروات هذيا، دونك كيفاش تحطها تعرف الشوم. دونك وتشوف السونس دو كورون كيفاش معناتها يمشي مع الصوابع في اتجاه لي زونغل الضوافر. استعملوا ديما المان دروات اس الحاجه باش تعرف سونس نتاع الشون مانيتيك. شوفوا اللي الشون مانيتيك ديما يخرج من الفاس نور ويدخل على الفاس سيد. عايش في البوبين ما نقولوش بول نور بول سيد، نقولوا فاس نور فاس سيد. قطاع عمنا ولدي به. دونك ان ديريكسيون مانيتيك. دونك لو كان ناخذ هنا كما تشوفوا هنا ايمون دروات وهذه بوبين، هذا هنا بوبين الكالول وهنا الكال الثاني. وقت نمشي نسحب في الاتجاه هذا او شفت اتجاه الفلاش نسحب هكا على اليمين البوبين نتاعنا باش تحرك باش تصير كرياسيون تاع شوم مانيتيك. شوم مانيتيك هذاك يسموه ولا تو نحكو عليه بعد هو اندكسيون. في الحالة هذه قلنا على الجروندور باش نحكو على الاندكسيون مانيتيك. دونك وقت تبدا نجب فيسع غالفانومتر هذايا باش يعطينا انديكاسيون على وجود الكورون الكتريك. دونك الاغوية مع الديفيي فير لو غوش. دونك اكزيست ان كورون الكتريك بار اكزومبل كورون الكتريك نيجاتيف. واضح؟ كل ما تحرك ليمون مثلا لهنا هذه البارتي هذه نحنا مشينا عكس بارتي هذه. دونك ليمون مشت داخله طول في وسط البوبين. دونك عندنا الاغوية تمشي في الاتجاه اخر عكس معناتها الحالة الثانية. ونقولوا هنا راه عندنا بار اكزومبل كورون بوزيتيف. دونك انت حط في مخك في الاندكسيون مانيتيك ديما عندك ليمون كي داخلها في وسط البوبينه. وقت تبدا ليمون تتحرك دونك تصير
كرياسيون مات خلقا تاشون ولا كورون اندوي انتها اللي هو باش نشوفوه بعد في لوا دو لانز. والحاله هذه معناتها وكانه نحن نعمل في حاجه مانيال بيدنا وقت تشد انت الليمون دخلها وتخرجها في وسط البوبين نتاعك ولا السولونويد اي تصير ديفياسيون في الجالفانومتر. الجالفانومتر ذا باش نستعملو فيه باش يعطينا مثلا قديش عندنا الكورون الفالور نتاعه. شنو الفالور نتاعه؟ الفالور ضعيفة ياسر ياسر تري 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 فابل. علاش ما استعملناش لومبرمتر؟ خاطر لومبرمتر باش يحطك ديريكت زيرو، خاطر هو لومبرمتر موريكش هكا الكورون ضعيف ياسر. دونك الجالفانومتر باش يوريك معناتها اي كورون معناتها يبدا ضعيف ياسر ينجم يحسب ويعطيك عليه مثلا لانديكاسيون اللي هو راه موجود كورون. باه ديبلاسمون رابيد دو ليمون اوف دوفون لا بوبين نيسونس دان كورون بريف dans le circuit de la bobine, ce courant appelé courant électrique induit. Quand on a dit, donc les mots, alors le hal hadi c'est mon inducteur, le bobine c'est mon induit, le phénomène appelé induction magnétique. Mais le courant quand je vois les sphères, le courant induit est sonné lorsque le mouvement s'arrête. يعني وقت تبدا البوبين حابس ما عادش تحركها دونك courant induit ما عادش موجود. باهي ما هنا واش عندنا؟ عندنا هنا بيتي دي لوا دي لانز باش ناخذوا لي 4 كا اللي موجودين عندنا هنا. شفتوا لهنا هذه بوبينه وفيها البوبينه ذي عندنا هنا جالفانومتر ومعناتها وخرجنا دو فيل ولصقناه في البوبينه هذيك. باهي باش نشوفوا عندنا كورون ولا ما عندناش. باهي هنا عندنا ايمون دروات هذه النور وهذه السود وهذا السونس دو ديبلاسمون دي ليمون. وقت يمشي البوبين هاك وش يصير هنا؟ مونا قلنا نحن راهو شوم مانيتيك يمشي من النور للسود دونك شوم بي اللي هو الاخضر في وسط البوبين ماشي ويكبر. باهي الوادو لانز باش يقول لك الوادو لانز باش نفسر هيك بالفلاكي معناتها بشر انسان راجل عنده ولد الولد هذاك ديما يعمل عكس ما يقول له بو ديما يعكس فيه دونك هيك التلميذ ولا الولد العائق حشاك وهذا حشاك دونك يقول له امشي منه هو يقول له لا يمشي معناتها عكس ليوصي عكس معناتها النصائح نتاع بو. دونك نفس الشيء نحن عندنا كورون وعندنا شون مانيتيك بي اللي هو تراسي بار لو كولور فير. دونك وقت اللي يكبر الشون في وسط شون بي وقت الاخر وقت الفيش نتاوي يتوال وقت تقرب معناتها الليمون في وسط بوبين دونك شون خاطر كل ما يبدا شون قريب الشون مانيتي قريب للبوبين الليمون كل ما يبدا انتونس كيما نقطه عملوه قوي. يعني كل ما تبعد تاخذ اي نقطه بعيدة على ليمون دروات كل ما تلقى فيها شون مانيتيك معناتها فيب نحن خذينا هنا معناتها نقطة قريبة دونك الشوم مانيتيك ماشي وكل ما تقرب كما قلنا ماشي ويكبر دونك باش يتخلق اوتوماتيكمون سولون لا لوا دو لانز ان شوم مانيتيك صغير باش يعارض الشوم مانيتيك الكبير. دونك وكأنه كالبي اي الزرقاء هذيك هو ولد الشوم مانيتيك الاخر دونك باش يجي معارض. الحالة الثانية وقت باش نهرب البوبين نجبدها في اتجاه الاخر كما تشوفوا هنا دونك الشوم مانيتيك ماشي وينقص خاطر البي هذه الخضراء ماشي وتو صغار باغ اكزومبل فلاش باش يولي هاك هانا صغار فلاش دونك الشون بي اي مادام البي ماشي صغار هو ما يساعدوش باش يمشي يحب يكبر البي اللي هي لبي ولا لم. اذا كان هي ماشي وتكبر راهو هو ما يحب يمشي ويصغرها اذا كان هي ماشي وتصغر راهو هو يحب يمشي ويكبرها. دونك باش يمشي الشون مانيتيك الصغير اللي هو ولد الشون مانيتيك بي هذا يمشي في نفس الاتجاه ما يحبش ما يحبوش يمشي معناتها او ينقص نفس الشيء في التحليل لهنا كي تقلب معناتها لي بول نتاع البوبين واضح. دونك وقت هنا عندنا هنا هذه فاس نور دونك في البوبين هذه ما حكيتش عليه باش تولي هذه فاس نور وهذه باش تولي فاس سي داي اس واضح سولون ان تنجم تصور ان سولون معناتها الاتجاه نتاع الكورون. نفس الشيء
اللي هنا ما بتعطيك اس، اللي هنا ما بتعطيكش ان. تحاول تصور ان ما تبيش ليك، وهنا تحاول تصور اس ما تبيش ليك. واضح؟ دونك ديما ناخذ سولون السونس دو كورون الكتريك اون تراس بعد الحرف ولا الفويال هذا اس ولا ان. باردون لتر ان ولا اس. تنجم تشوف هنا البي هذه صورها بتي بي هذه بي شون مانيتيك اندوي، تصورها بار لا ريغل دي مان دروات، خاطر كورون هذا هو كورون اندوي. حط يدك اليمين هكا تشوف اللي معناتها سبوك صغير خشين متجه مع البي اي. نفس الشيء لهنا في الحاله الثانيه. سكلير شوفوا لهنا فاس نور ومتاع البوبينه والبول نور متاع الواحد لي مون دروا، دونك باش يدزو بعض خاطر الشوم مانيتيك ماشي ويكبر. سمون نقول هنا اون اون رابروش لو بول نور دو لي مون لا بوبين بريزونت ان فاس نور اون سيلوين اون سيلواني اون الواني باردون لو بول نور دو لي مون لا بوبين بريزونت ان فاس سيد. شفت كل ما نهرب من البوبي الذكيره هذه، دونك البوبين عندها تولي هنا فاس سيد، تتقلب مع فاس نور تولي تحب تجيب الذكير، وهناك تحب تمشي الذكير تقرب لها تولي تحب تدزها. انت تهرب علي نجبدك، انت تقرب لي ندزك. تري سامبل، نفس الشيء بور لي دو زوتر كا. واضح؟ دونك هذه لو ريزلتا، دونك لخصتهم لهنا نجموا معناتها باش تشوفوها من بعد. لو تنجم معناتها تاخذ الفيديو تعمل له بوز وتنقل الموجود الكل. اون بليس انا راه باش نخليك ليا باش معناتها ما نتعبكمش تيليشارجو ديريكت. دونك الواد لازم يقول لك لو سونس دو كورون اند وي اي تيل كو بار سي زي في اي سوبوز ا لا كوز كي لوي ا دوني نيسونس. دونك نعاود نقرا لو سونس دو كورون اند وي اي تيل كو بار سي زي في اي سوبوز ما سوبوزش معناتها يعارض à la cause. La cause شكون هو اللي خلق كي لوي ادوني نيسونس. شكون خلق هو الشام بي الكبير باش عارضه كان البي الكبير ماشي ويكبر راهو باش يجي في الاتجاه العكس نتاعو، كان ماشي صغار راهو باش يجي معاه في نفس الاتجاه. وهذا واش معناه لوا دلاز، لازم تحفظوها راهو لوا دلاز ينجم يجيكم في ليكزرسيس وبالطبيعه باش يجيبوك انونسي لا لوا دلاز. سكلير وتحطها كيما عطيك البروف في الكور معناتها في القسم. تو باش نشوفوا لو دو اندكسيون دي اكسبيريمونتال اللي نخدموها في تي بي. خذينا لومب ال1 ولومب ال2 وحده سويفي معناتها جت بعد بوبين وحده بعد ريستور. باش تلاحظوا اللي ال1 هذه باش تشعل بعد ال2، دونك راهو الكورون اللي هنا اتعطل ففي البوبينه خاطر ثم كورون اندوي عرض الكورون الكبير، دونك ما خلاهوش يوصل في ساعه للال ان. واضح في الريجيم بيرمانون معناتها باش يبدو شاعلين الزوز بنفس معناتها الليمينيزيتي. دونك نحن نحكو ديما على فتره ولا بيريود ترانزيتوار ايسي. دونك هذه اللي نبداهم في القسم الانتربريتاسيون تخدمهم كلها في تي بي. دونك الفينومين هذا باش نسموه فينومين ابولي اوتو اندكسيون، يعني ماهوش كيف المره اللي خذينا الذكيره ودخلناها تو معناتها البوبينه ولات هي في نفس الوقت الذكيره في نفس الوقت هي لاندوي، معناتها عندها دوبل رول لا بوبين اي على فوا لاندكتور اي لاندوي. سكلير دونك هنا عندنا فورس الكتروماتريس قال لك اللي هي معناتها لوريجين دو كورون اندوي سابيلي او. دونك هنا كونكلوزيون اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا الحكايه قلت لكم عليها مثلا عندنا هنا اي اوغمونت. شمعنى اي اوغمونت؟ هنا عندنا كورون اوغمونت في سيركوي، دونك باش تولد عندنا هنا كورون اندوي باش يعارضو. هذا نحكي مثلا في البوبينه هنا كورون اندوي ديميني، دونك باش يولي كورون اندوي يمشي معاه في نفس الاتجاه اكسيتيرا. دونك تركز شوي وهذا كله سولون لوا دي لانز. دونك هنا اكسبريسيون دو فورس الكتروماتريس دو تو اندكسيون باش تاخذو سيركوي باش نيجليجو الريزيستونس اير دو لا بوبين دوفون لا ريزيستونس دو لا ريزيستور اير. هنا عندنا اي اير اي ام اي ام بي لي اي بي او بورن دو لا بوبين. هذه خدمناها في التي بي وشفناها في الاوسيلوسكوب. دونك تريونغولير جيم كلمة تريونغول السينيال هذا هو السينيال اي ا ام اللي هو او بورن دو
ريستور. وهنا وبورد لا بو بين معناتها هذه معناتها الكرونو اي ام بي. نحن خذينا في جي بي اف يعطينا السينيال تريون دولير واضح. هنا هذه البريود تي استعمل كالكول فهمتني هكا تو كالكول فيه هذا خدمناه كله في تي بي نو باش نفهمو فيه كيفاش تلقى اللي ا اللي قال ار فوا اي زيرو سي بي تي تا ا هي لا بونت ال هي الاندكدونس اللي هي كونستانت واليونيتي نتاعها هنري والسامبول نتاعها جران اش واضح. دونك فينالمون باش نلقو او يتقال مو ال ديريفي دي اي سي دي تي ما نبقاش نعاود نفسر خاطر هذا خدمناه في الكور بيك دي بيك دي. دونك هذا راهو جوست ريزومي سكلير conclusion. Donc quand on a de l'énergie L égale 1 demi L et au carré l'unité de l'énergie il joue au symbole de la grand G yani G le majuscule de le minuscule H ou l'intensité I courant est en ampère il y a des au carré ou A au carré etc. Donc je vais vous mettre le lien la vidéo les images je vais vous mettre direct la page خزر سكول ما تنساش باش تعمل جيم الباج خزر سكول خاطر ديما نهبط في اليوتيوب كومو على الباج ما نهبطهمش على اليوتيوب وتحط معناتها النوتيفيكاسيون ما تنساش تعمل ابوني معناتها في الشين نتاعك تحط نوتيفيكاسيون باش اي فيديو جديد نهبطو تكون انت معناتها على بينه وما يفوتكش الوقت ما تنساش باش تعمل زي جيم والسلام.